انخفضت بيتكوين اليوم لثالث يوم على التوالي لتخسر 10% من قيمتها في آخر 24 ساعة بعد أن سجلت الشهر الماضي أسوأ أداء شهري منذ أواخر 2022. وهبطت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولاً في العالم نحو 16% في إبريل، متأثرة بعملية جني أرباح من المستثمرين بعد ارتفاع هائل إلى مستويات غير مسبوقة تخطت 70 ألف دولار. وتراجعت القيمة السوقية لبيتكوين نحو 120 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار.